مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أما بعد، والفقرة الأولى في أما بعد عن الفن التشكيلي، قضايا الفن التشكيلي ومؤسسات الفن التشكيلي من خلال أحد الفنانين البارزين في التجربة الفنية المصرية، الفنان وحيد البلقاسي شيخ الحفارين على الخشب. الحقيقة أن الفنان وحيد البلقاسي صاحب تجربة مميزة، هنتوقف أمام هذه التجربة ومنحاول نستعرض أهم المؤسسات الرسمية تحديدا ودورها في الفن ودورها في المجتمع، دورها في التبادل الثقافي والفني في العالم. الفقرة الثانية لن تبتعد كثيرا، فسوف نتحدث عن الملتقى الثالث للكاريكاتير في مصر، وهو الملتقى يعني بعد دورتين ناجحتين في ازدياد في عدد الدول المشاركة، في ازدياد في عدد الأعمال المشاركة. كان الموضوع الأساسي لهذا الملتقى التعليم والإرهاب. التعليم والإرهاب، هل يختلف قضايا، هل هي مختلفة في العالم عن في مصر، وكيف طرحها الفنانون المصريون والمشاركين، حيث أن المشاركين من 68 دولة مختلفة، تجربتهم مع الإرهاب مختلفة، وأيضا تجربتهم في التعليم ومستوى جودة التعليم مختلفة. مشاهدينا تابعونا بعد فاصل قصير.